أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا مجاهر جديد، الأخ ياسر من العراق. أخي ياسر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وكل المشاهدين، وأتمنى تستمرون بهذا البرنامج، لأن تسلم إيه نعم يدعو الناس إلى التفكير الصحيح. إيه نعم. تسلم تسلم أخي ياسر. قبل ما نبتدي، أنا في بدي أنوه لشغلة لأعزائنا المشاهدين. قبل أظن حلقة رقم 15، ما أتذكر بالضبط الحلقة رقم الحلقة، كان في معنا مجاهر كمان عراقي وكمان كان اسمه ياسر. اي نعم، اتوقع شفتها على قناتكم. اي بالضبط، بالضبط. هو هم ممكن يقول من الاسباب اللي ساعدتني انه اسوي هذا الشيء. بالضبط. وانا اشكره لياسر. اي تحية لياسر. اي نعم تحية. ياسر الثاني يعني. اي نعم، مسمين ياسر اثنين ممكن. ياسر ياسر الاول وياسر بس الثاني. حسب ما اتذكر انه كانت خلفيته سنية وليس شيعية. انت خلفيتك شيعية ما هيك؟ اي نعم اي نعم. اوكي، ياسر السني وياسر الشيعي. اي نعم هيك صار. يا سيدي اهلا وسهلا فيك، وكل ياسر يريد ان يجهر معنا بكل شخص سني او شيعي اشكرك او اكثر، مهما كان يعني كونفيته. اشكرك اشكرك ياسر، وفيك اكثر. خلينا نبدا، بس عرفنا هيك على نطاق تعريفيه على شخصك. اي نعم، اني اسمي ياسر من بغداد، يعني انولدت بخلفية شيعية في مجتمع شيعي كامل. عندي بكالوريوس في علوم البيولوجي، أنا عملت عدة أعمال مختلفة من ناحية شو اسمه العمل ألو معك ألو كان معك، خذ راحتك أي نعم، بالحديث. هناك أعمال باختصاص وهناك اختصاصي بالضبط. وعمري 23 سنة، مواليد 92. أهلا وسهلا فيك فيك أكثر. ياسر. إذا ممكن، أنت مثل ما صرحت هلا إنه من خلفية شيعية، ممكن بس اي تحكي نعم. عن البيئة اللي نشأت فيها، عن مدى التدين الموجود في المجتمع اللي أنت كنت فيه، كيف يعني تعلمت الدين بالبداية وترعرعت عليه، إذا ممكن تفضل. طبعا انا ولدت في شيعية بحتة، يعني ممكن من اكثر المناطق في بغداد تشيعا، حبهم للأئمة والآل بيت، تعرف انت اذا طلعت على الشيعة، يعني كثير مثل تقريبا مثل المسيحيين بحبهم للمسيح، يطلبون منهم وهذا. وانا نشأت على هذا الشيء، يعني نشأت على كره بعض رموز أهل السنة، لأن هذه هي أصلا عقيدتنا. طبعا التكريه بالآخر باعتباره أقل من مستوى الشيعي السني أقصد، وأنهم من أهل الناس يكونون، لأنهم ليس لديهم ولاية عليه وهكذا. نعم كنت ألطم قبل سابقا، كنت متأكد أنه هذا هو الدين الصحيح، ولكن يعني هو تدريجيا بدأت الاطلاع والشك. طيب إذا ممكن هيك تحكي لنا كيف بلش الشك، يعني شو أسباب خلاك تشك، أو خلينا قبل ما نبلش من أسباب الشك، اي نعم. أنت كشخص ياسر لوين وصلت في مرحلة التدين أو التواصل مع ال طبعا اتذكر في سنة من السنوات وصلت مرحلة انه اني قمت ما اشاهد التلفزيون، انه اي فترة انه اشاهد، يعني يمكن اتذكر 2007 و8، يعني كان عمري اتوقع 17 سنة او هيك شيء. كنت حتى لدرجة وصلت انه ما اشاهد التلفزيون لانه يعتبر له حسب ما ديننا وهذا، فكنت افضل انه اقرا القرآن او اسمع بعض القصائد وهذا في حب الأئمة وهكذا. هكذا كنت لا أسمع، دائما تليفوني في هذه الأمور استعمل الإنترنت لهذه الأمور. واو. أي نعم، وصلت لهيك مرحلة، أو أصلي الأوقات، ممكن أصلي أكثر من ثلاث، يعني إحنا الشيعة عندنا 3 مرات نصلي، كنت أصلي أكثر تقريبا يوميا أو بين يوم ويوم، إنه في الليل أصلي ركعتين أو ثلاثة يسموها حتى نسيت اسمها. نعم في الليل نصلي، يعني ولوجه أم البنين نسميها، وللزهراء وهكذا. قيام الليل، أظن أنا عند السنة بيسموها قيام إيه الليل. إيه لا لا مو قيام مثل أهل السنة، إحنا نسميها إهداء، يعني إلى كأنما تقربا إلى هؤلاء الزهراء أو الإمام الحسين وهكذا.
طيب ايه ما تبلشت معك مراحل الشك؟ كيف بلش الشك معك؟ تفضل. والله هو أكيد يعني السبب هو الإنترنت، الانترنت. ويعني بفضل مثل يعني برامج مثل برامجكم وصفحات مثل صفحاتكم هو من الأسباب، ولهذا يعني أحييكم أنا على هالشيء وإن شاء الله تستمرون. فبدأت في الشك وتدريجيا، طبعا بالبداية خوف باعتبار أنه دا أسوي شيء يعني ضد تعاليم الله وخوف، وهذا كنت يعني من اخلص هالشيء اذهب استغفر وهذا واقول ما يصير اشك، وعضلات من الشيطان ومثل ما تعلمونه. لكن تدريجيا اتهمت انه يعني الجانب العلمي والثقافي هو يعني بعيد عن الدين، وان الدين مجرد يعني شيء وراثي وكذا. فتوقع في سنة 2009 بدأ هذا الشيء عندي تدريجيا، وإلى أن الآن يعني اكتشفت أنه كنا في كذبة كبيرة، وسهلة كل من أراد أن يعرف حقيقتها سهلة ليست صعبة. صحيح. في شيء معين مثلا اول ما بلشت بالشك، حكينا يعني حكينا كيف أي مثلا. يعني أنا شخصيا هناك يعني برنامجيا يعني هم اللي أكثر شيء خلوني هذا، يعني أعطيهم حقهم، إنه هو برنامج على اليوتيوب وصفحة لأحمد القبانشي إذا تعرفه، هو عراقي، وكذلك في برنامج سؤال جريء، مع العلم إنهم كلاهم ليسوا ملحدين، وإنما فقط يعطيك الأسباب للتفكير بطريقة صحيحة بصراحة وينقذون الدين. هن كشفوا الإسلام. يعني الله مثلا مثل سؤال جريء، أنا بحترمه كثير الأخ رشيد. يعني اي نعم، هذا بس طبعا سؤال جريء ما يمثلنا احنا الشيعة، طبعا دائما الشيعة يقولون على سؤال جريء انه ما يمثل كتبنا، بس نفس الوقت انه نفس المبادئ هي، وكذلك احمد القباطي ينتقد الدين الشيعي، اذا ما عندك معرفة فانصحك تشاهده. لا بالضبط، أعرفه تماما يعني، ولا يخفى القمر مثل ما بقولوا. اي نعم اي نعم يعني اي فهم لا كان لهم الفضل الكبير، وطبعا اكيد اللي يساعد ويعزز هو الصفحات والنشر والكتب اللي قراتها، كان يعني كنت اقرا دائما دائما، حتى انه يعني يستهزئون مني اصحابي او الاهل انه اقرا كتب وهكذا. في شيء آية نعم معينة بلشت فيها؟ شو هي مثلا؟ حديث معين، حادثة معينة بالتاريخ الإسلامي خلتك تفكر إنه في شيء خطأ؟ والله هو اي بالضبط، هو من بدأت الشك بدأت أقرأ القرآن بدون تجويد وبدون تلحين حتى لا يعني يتأثر أحد، فكنت أقرأه أنه هو بالضبط يشبه كلام أحد في ذلك القرن، يعني في القرن السابع. اي نعم كلام عادي، مجرد اللي التهويل به أنه يلحنونه ويغنونه وهكذا، فهو كلام عادي، بالإضافة إلى أنه الأخطاء الكثيرة به والتناقضات والهذا، يعني ما أعرف جدا بسيط إذا واحد أراد الحقيقة ويقرأ بصورة صريحة. صحيح. هو أي نعم أي، وطبعا آيات القتال والذبح هاي مو مستحيل، إذا كان هناك إله فمستحيل أن يكون هذا كلام. انت اشرت لنقطة كثير مهمة، هي مسألة الغناء في الدين، يعني اللي يقضي ايوه عليه. هو طبعا هذا ما اعرف يمكن تعرف او انه اكثر هذا يعرفه، انه هو هذا احد الاسباب انه يخلي المسلمين صعب انه يقتلعون الاسلام منهم، انه دائما ياثر فيهم هذا التلحين وهذا، فيتخيلوا انه صدق كلام اله وانه الاله ده يناديهم، مع العلم انه هذا باي كتاب ممكن تسوي باي كلام للشعراء. صحيح. نعم طيب ياسر، انت يعني لما وصلت لمرحلة انه اوكي هالدين هذا شفته غلط، يعني والاديان طبعا، اي نعم اخترت يعني فكرت انك تنتقل لدين اخر مثلا؟ يعني طبعا هم هناك يعني نقطة أنا وهي أنه مو بس سبب أنه مثلا أخطأ في القرآن أو التفكير المنطقي أو هاي، أنه هو اللي فكرة أنه دعتني أنه علمية طبعا، نظرة إلى الكون شلون نشأت والكائنات شلون تكونت من الأصل المشترك، وهذا طبعا تنفي أنه فكرة أنه هناك إله بهذه العظمة يتدخل في يعني في كوكب تافه مثل هذا، يعني مع احترامي اليك. فهو الفكره نهائيا انه ليست في الدين فقط من ناحيه الدين، وانما هي فكره كمنطق وفلسفه، انه ما معقوله.
وإذا كان في هناك إله حسب زعمه فما أتوقع أنه يتدخل في حياة البشر ويرسل كتاب ويختار إنسان ليكون هكذا. فما همتني هاي الفكرة أنه أنتقد ديانة آخر. أنا عن نفسي فكرت أنه إذا أسوي الشيء الصح وأبتعد عن الشيء غلط حسب الوقت اللي نعيش بيه ومفاهيم البشرية. فإذا كان هناك إله ما أتوقع راح يغضب مني هنا بس لأن ما همنت فيه. بكل تأكيد بكل اي تأكيد. نعم ياسر اي إذا تفضل تفضل. اي ونقطة ثانية انه كل الاديان هي نفس الشيء، فانت من تركت الاسلام فما معقول ان تروح دين اخر نفس الشيء، انه هم عنده كتاب لازم تؤمن به، هم عنده شخص لازم تتبعه في كل اعماله وهكذا. فهي يعني صحيح يعني احنا نقول الصراحة انه اكو اديان افضل من اديان، بس تبقى هي من منطلق واحد انه هو لا اعتبرها يعني شو اسمه هم اخطاء او ناس، وانما هو اشياء صارت بوقت يعني ممكن كان لازم. احنا ما اتوقع المفروض يعني كل من يفكر بطريقة صحيحة ويعرف انه هاي امور مجرد كانت بزمانها يعني، فاحنا بغير زمان ما يصير نبقى عليها. بالضبط بالضبط، يعني كلها صارت وقت لم يكن للعلم دور، يعني بالضبط اي نعم ما كان في وسائل أجوبة للأسئلة اي المطروحة. فيعني اي فهو منطلق فكرتي انه ما نلومهم اكو بيهم، ما نلومهم انه بذاك الوقت امنوا ما كانوا يعرفوا شيء، كانوا يشوفون انه هناك عظمه حول مدى دار مدانهم حولهم. فطبعا هيجي افكار راح تجيهم، بس هلا احنا عرفنا شلون تقريبا فسرنا اكثرها اذا مو كلها الامور، فما اتوقع انه سبب بعد يخليني ابقى. صحيح. اي نعم ياسر، انت لما وصلت لمرحلة انه اوكي انا ملحد او انا لا دين، اي نعم قررت تعلن إلحادك، بالضبط قررت تحكي للناس، تقول مثلا يعني للحواليك لأهلك شيء بانه انا ملحد؟ لا لا صراحة أهلي لا، بس أصحابي نعم هناك يعني كم صديق يعني إنه علاقتنا قديمة فعاد يعني يعرفون بيها هكذا، ونحكي مرات بهالأمور ونتناقش يعني. هم وين نفسهم يعني كأنما وصلوا مرحلة الاعتراف، لأن طبعا بيني يعني أكثر شخص بهم مطلع وهاي، فهم شغلات الدنيا فقط اللي هم من أهلهم يعرفوها من الإعلام يعني لا يعرفون شيء، حتى في القرآن أكثرهم لا يعرفون. فأنا مرات أناقشهم هاي، فالسبب الوحيد اللي ما يخليهم إنه يكتشفونها إنه يخافون إنه هذا الشيء ضد هذا. فأنا مجرد إنه أخاف إنه هناك شخص مهددني بالسماء وهكذا، فخليني تخليني يقول حتى لو أنا غلط خليني أنا غلط، ما أريد أجازف كأنما. أي نعم بما انك يعني عمرك 13 سنه، أي نعم الشباب اللي حواليك انت شلون بتشوفهم؟ كيف تقبلوا لفكره الالحاد؟ يعني حتى اللي ما انك قايل له، ما انك مأجهر له مثلا، يعني كيف والله هو يعني مو مقياس ثابت، كل شباب وواحد حسب درجتهم طبعا العلمية والهذا. هناك يعني أشخاص أصلا كلمة ملحد يعني صوروها كأنها شلون بالضبط كلمة شيطان، إنها شاملة لكل أعمال المو حلوة والصفات المو حلوة، فأصلا يخترع من هاي الكلمة إذا ممكن نقول. بس أكو لا مثقفين قلت لك من أصدقائي بعضهم عنده يعني شلون مسحة علمية نقول يعني يعترف انه الدول العلمانيه وهذا هي افضل، وعندنا ما شو اسمه. بس لاقى السبب الوحيد اللي بقي انه يعني هي الفكره الثابته عند الناس انه هذا ما يمثل الاسلام وهذا ما وهذا ماشي على هاي المنهج. اي نعم طيب برأيك يعني شو ممكن يضيف الإلحاد أو ترك الدين والاتجاه للتفكير العلمي، خلينا نقول، لأي شخص ممكن يسلك هالطريق؟ يعني شو ممكن يضيف التفكير العلمي، خلينا نقول؟ والله هو يعني هواية يعني فوائد راح تكون، بس كجواب بسيط انه اكو دول مثل السويد او الدنمارك او هاي يعني اغلبهم الحديث، فواحد دارد يعرف الجواب انه مجرد انه الشخص يصير هيك تفكير علمي راح يصير مثل هاي الدول. يعني هذا كجواب بسيط، اما كجواب مفسر انه راح يخلي الواحد دائما يبحث عن المصدر يبحث عن الحقائق حتى لو كانت تتعارض افكاره ومبادئه.
يساعد الناس معرفة الحقيقة، يحترم الآخرين، يحترم المرأة، يعطي هذا الشيء، يعني شلون يتبع ناس مثل العلماء في تفكيرهم، أما أنه نتبع شغلات ثابتة صار لها أكثر من 1000 سنة، هذا فأكيد راح يقيد مجتمعنا هذا، وهذا النتائج اللي إحنا بحاليا حاليا. بالضبط صحيح. أي نعم. يعني دائما واحد بيقول اذا يعني الانسان اتجه للتفكير العلمي، طبعا التفكير العلمي هو الاسس اللي اسس للحضاره، يعني اسس للحضاره طبعا الغربيه. طبعا، يعني هو كان ما استعملوا هاي التليفونات، كان ما استعملوا هذا بدون هذا التفكير العلمي، كان بقينا يعني كان من صارت هاي الأديان وهاي الكتب كان ثبت المجتمع. لكن طبعا هناك ناس يعني أهل المنهج العلمي لهم فضل علينا كبير، طبعا لا يكاد يذكروهم أصلا أصحاب، لكنهم يذكرون من حمل السيف ومن قتل، هذا يعني مجتمع متناقض جدا. أنا أعتقد مجتمعنا معه انفصام، يعني للأسف اي انفصام بالضبط، هو الشيزوفرينيا. اي بالضبط. لحب الماضي اي واستعمال نعم. اي الحاضر، يعني بشكل عجيب. يعني أنا في عندي سؤال هون، يعني شو أهمية إنك، مو بس أنت، كلياتنا، يعني شو أهمية إنه نجهر ألحادنا حتى نقول للناس إنه نحن ملحدين؟ شو الأهمية اللي ممكن نشوفها أنت؟ تفضل. يعني اتوقع انه احد الاهميات انه حتى يعرفون انه هناك كثير في المجتمع الاسلامي والحديث، لكن يخافون حتى اذا شخص بدات عنده الشكوى هاي، لا يحس انه بس وحده انه دي يحس بهالشيء، فهو فيتاكد ويا نفسه انه هالشيء غلط. يعني يعرف انه هناك كثير من الناس هيجي، ويشوف طريقه تفكيرهم، يشوف انه عندهم اسلوب علمي وثقافي وليس السب او شتم لبعض المتدينين، فحتى يساعد هذا، فنساعد احنا كثير من الناس يصيرون بهالاتجاه. وطبعا احنا كنا مرينا بهالحاله، احنا مجتمعنا تلقين وتدريس على الوراث، فمرينا بهالمرحله، وما كان مرينا بها لو بدون هاي البرامج او هاي الامور التوعيه. يعني انت عدت عليك مرحلة مثلا كنت لما تناقش ملحدين او شيء تشتمهم وهالمسائل هي، طبعا طبعا اكيد، لا ولا ليس ملحدين، وانما السنه كنت افعل معهم هذا، وليس ملحدين يعني في داخل الاسلام اصلا. ايوه، اي نعم، وليس ملحدين. يعني انت كنت صراع مع السنة، ما كنت ما لك علاقة بالملحدين. اي طبعا، يعني في هاي الفتره العمر اللي فتره المراهقه والشباب دائما السني يحارب الشيعة بابشع الطرق، وكذا والعكس صحيح ايضا، ويعلمونا شلون نهاجمهم وشلون وين خطأهم، وهذا طبعا. أما إذا ملحد هاي ممكن يعني أقتله لو يبي بذاك الوقت. نعم. برأيك يعني شو رأيتك المستقبل الإسلام، خلينا نقول، يعني الله شايفين الصراع الموجود بين السنة والشيعة والحروب الطاحنة اللي عم بتصير للأسف، يعني شوفوا، انا عندي فد وجهة نظر من هالموضوع، انه اذا انه من ناحية انه ما اتوقع ممكن يصير، ما دام هذه الكتب، يعني هو مرتبط بالكتب طبعا، ما دام هذه الكتب انه موجودة فما اتوقع، وما افكر انه يجي يوم انه هاي الكتب تلغي. وبنفس الوقت من ناحية انه الانترنت نقول كدخول المجتمعات بقوة ما صار له ممكن نقول 20 او 15 سنة، وهذا الكم ساعد انه كم يعني حتى في مجتمعي واصدقائي في الكليه هناك كثير، وتدريجيا دي يزدادون. فاذا نفكر بطريقه علميه كاحصاء هذا اتوقع ممكن، يعني اكو امل، بسبب طبعا الانترنت وهذا بدا يشوف، بدا ناس ترفض كثير من الامور، بدا هذا طبعا هو بس بقى، هو القران هو العقبه طبعا، لان اي امور الفقه والحديث والهذا والتفاسير بدات كلها ترفض، فالفقه هو العقبة الوحيدة، وتدريجيا دا أشوف إنه دا يتجاوزوها الناس، فأتوقع أكو أمل. في أمل برأيك؟ أنا أي نعم، في أمل. بصراحة أنا بما أنه أنا من خلفية سنية، يعني حتى أي مجتمعنا نعم. السوري الأغلبية السنة، يعني المجتمع الشيعي شوي غريب علينا، يعني إذا ممكن بس هيك
اي طبعا الشيعة اتوقع تعدادهم بالعالم كله ما بين 200 الى 400 مليون، يعني شلون نقول جزء صغير من المليار ونص، اذا كان فعلا مليار ونص، لان هم كل طائفة تكفر الاخرى. اي فلديهم حب للأمة اكثر من القرآن او النبي او الله نفسه، يعني ينولد على هالشيء حبه ان يطلب حوائجه من الزهراء او الحسين او علي يذهب. هسه احنا عندنا هاي الفترة انه بعد بكرة الزيارة، اتوقع اشوف الاخبار انه 20 مليون شيعي بالعالم في العراق يتوجهون الى الامام مشيا على اقدام، لان هاي من التقاليد الموروثة بكل الاعمار يذهبون اليها. وقلت لك هم تقريبا قلت لك مثل من الناحية المسيحية انه في حب شخص ويعتقد انه ضحى من اجل انه تعظيم له. في منطقتي الان صور في كل مكان، شعارات وقصائد بها على الصوت مفتوحة، خاصة في هالفترة محرم وعاشور. وهم اللي هذا، يعني أي شيعي وفي مجتمعنا أو أصدقاء حتى إذا سب الإله أو المحمد يعني ما ينزعج كثيرا، بس إذا سبت أحد هؤلاء يصل مرحلة إنه يتعارك وياك، شو نقول يتشاجر معك. فهو هذا اللي أي نعم نظن أنه كل من لم يوالي عليا يعني باعتباره أنه مختار من الله، يعني بعد النبي انه يسمونه ولي المؤمنين، يعني انه شخص يجب ان نواليه لانه بعد النبي شلون ان نتبعه. فكل ما لديه كل ما ليس لديه ولا فهو من اهل النار، هذا ما تعلمناه، يعني هذا هو مبدأ الشيء. لكن لكم صريحين، يعني الشيعة شلون نقول طائفة خرافات والتخاريف والجهل أكثر ما هي طائفة إرهابية، عكس الدين السني. السني لا، يميلون إلى القتل والعنف على هذه الأمور، يعني شوية نقول أسهل أخفف. بالضبط. يعني اظن الشيعة انه لانه اقل من السنة هن، بيحاولوا أي يلعبوا دور نعم، هذا المظلوم، سبب من الأسباب. أي بالضبط، يعني بيحاولوا دور المظلوم يلعبوا دور المظلوم. اي بالضبط، هو الان اقلية. بالضبط. اذا رجعنا على موضوع الاجهار بالالحاد، يعني برايك شو اهمية انه نجهر بالالحادنا كنحن كملحدين؟ ما بعرف اذا سالتك السؤال هذا، اذا سالتك اي نعم سألتني جاوبتك انه حتى نحسس انه الكثير من الناس انه موحدهم، آسف اكو ناس يجي. اي بالضبط، لا عادي. آسف. اي نعم أنت بداخلك يا ياسر بتريد مجتمعك، مثلا الشباب اللي حواليك، أصدقائك، أهلك، تريدهم يفكروا بالطريقة العلمية، يعني تقول لهم بصريح العبارة، تقول لهم يا أهلي يا ناسي، أنتوا عم تعبدوا الخرافة، أنتوا عايشين جو خرافي، شوف احكي لك في الظاهره انه اصدقاء، احنا قلت لك كم شخص اصدقاء جدا يعني دائما سوا هاي فيعرفون بيه. فانه مثلا صديق جديد على انه هذا اذا ريد يناقشني باحتمال كم احد، فيقولوا له دير بالك ناقشه هذا يعني حافظ الكتب وقارئ وهاي، فما راح تقدر له عفوا. فيعني انه هم بنفسهم دا يعترفون انه القارئ وهذا ممكن يكون اقوى من هذا. فاني طبعا اتمنى انه كل مجتمع يقرا، اتمنى انه يخصصون في امور خاصه بالقرايه بالاطلاع بالتفكير العلمي. اتمنى الحكومه تكون مؤسسه يعني مشتركه وعلمانيه ما تكون تميل الى هذا، ويعني كثير من الامور اذا تريد تحكي على مجتمعنا انه تنصح، ما اتوقع انه اكو شغله اصلا صحيحه بمجتمعنا حتى انه نوافق عليها. للأسف. للأسف نحن بنتمنى انه بالفعل، يعني يا جماعة نحن عايشين بعصر انحطاط، لازم نفتح مخنا ونعرف انه الحمار ما بيطلق بنفسه، اي نعم والناقة بالضبط، ما بتطلع من صخرة. إذا في عندك تعليق على الموضوع تفضل. نعم ما سمعتك زين. عم بقول إذا في عندك تعليق على موضوع الحمار بيطير لحاله، يعني أنا بريدهم يفهموا لأهلنا إنه الحمار يا جماعة والله ما بيطير الحمار، الناقة ما تطلع من صخرة. ما تطلع. اي ما اعرف. وفوق هذا كله انه يناقشوك على امور ممكن تكون صحيحة، او انه كيف شلون نشأنا من التطور، او كيف نشأنا من البيج بانج الكون، يناقشوك بهذا وبنفس الوقت يصدقون انه اكو ناس تحولت مباشرة الى قردة وخنازير، يؤمنون انه في براق طائرة والسماء سابعة وهكذا امور. وحتى يعني المسيحيين لا نركز على الاسلام، هم يؤمنون انه شخص
ولد وجه من عذراء و... يعني ما اعرف، هو شيزوفرينيا يا بعد. بالضبط بالضبط بالضبط. أخي ياسر، إذا قلنا ياسر قبل ما كان ملحد اي وياسر نعم. بعد ما صار ملحد، شو الفرق؟ مين كان ياسر قبل الإلحاد ومين ياسر بعد الإلحاد؟ قبل الالحاد انه مفهوم الحلال والحرام كان عندي، الصح والخطا، انه مجرد شيء ما اسوي لان فقط انه خايف هناك من يراقبني انه ما اسوي. يعني لو ما هذا الحد كان سويته واني فرحان، هاي يعني من احد الاسباب. اما الان فلا، انا اعرف الشيء الصح من الغلط واسوي وما اسوي من ناحية الإنسانية، ومن من ناحية إنه شخص غيري مثل ما أريد لإلي أسوي لإله، وإنه نحن متساويين ماكو أحد. هذا طبعا أنا ما دام أمدح بنفسي، بس هي يعني وجهة نظري إنه واحدة منهن. اثنين، إنه يعني مطلع حلو طبعا، الاطلاع والمعرفة بمعلومات من أي ناحية، سواء تاريخية دينية علمية، شيء جميل ويا نفسي. قراءة الكتب شيء ممتع، أسلوبك ويا الناس، تثقفك يعني ما بين هذا وهذا، نظرة العالم لك. يعني هسه أني أنظر إلى أشخاص أتذكر نفسي سابقا شلون كنت، فطبعا تيجي يا نفسي ضحكة افتخار بهالشيء إنه وصلت لي مرحلة. نعم. يعني بالماضي، بالماضي كيف قبل ما تكون ملحد كيف كنت أي نعم. تنظر للدين، خلينا نقول لمجتمعك لدنيتك، كيف كنت تنظر له؟ أنا بس بدي أفهم فكر المؤمن. يعني مثلا في عندي صديقي كان يقول لي الله فوق ونحن تحته، هي الدنيا وما بنعرف شيء غيرها يعني. فكيف كان طبعا احنا، اي طبعا احنا ولدنا مجرد انه نطبق اوامر هذا الاله الفوق المزعوم، نطبق اوامره، وانه على اي سبب ممكن، انه كل مكان ويانا على اي سبب ممكن يغضب. فهي الحياة عبارة عن، كانت مثل ما هسه يقولون، هي مجرد شلون فترة امتحان او اختبار، انه لازم نتعب لازم نشقى. وطبعا يعني السبب الوحيد انه الخوف من النار، بس نريد شلون باي طريقة نتهرب من عذاب الاله، فنطبق نصوم. واحنا طبعا شايف الصيام بالهيج مناطق الحر وهذا، والصلاة على أوقاتها، وكثير من الأمور، لازم نقرأ، لازم كذا، لازم كذا، بس نريد على مود نتهرب من هذا عذاب هذا الإله. أكيد كان إحساس بالذنب على طول شاغل الإنسان بمرحلة اي طبعا، طبعا الاستغفار كان لي، كانت قبل لا انام اقرا كمية مرة اللهم استغفرك وهكذا امور. وصل مرحلة الإنسان يبكي من الخوف. أي أو... مم. تفضل إذا في عندك شيء. لا أنا ما عندي بعد، شو تفضل هي اسأل. رؤيتك ياسر، شو هي رؤيتك لمستقبل الملحدين، يعني خصوصا عنا بالشرق الاوسط، يعني خصوصا نحن هلا، نحن انا وانت وشبابنا اللي على الفيسبوك اللي طالع عم تحكي، شو بشوف مستقبل، كيف بشوف المستقبل تبعه؟ والله بصراحة هو يعني كمستقبل انه احنا نفيد، يعني حتى مو الملحدين، نقول ممكن نقول العلمانيين والناس اللي عندهم شلون يميلون الى الفكر الشيوعي. يعني احنا خاصة هسه في بلدنا عندنا مظاهرات استمرت، اتوقع الان توقفت، واستمرت مدة 3 اشهر او شهر، كل جمعة ناس تدون بالدولة المدنية والعلمانية. يعني فاذا فكرنا انه تأثير على المستقبل، ينفعون من ناحية هاي الامور، نسوي مؤسسات انه تدافع عن حقوق المرأة وهكذا، يفيدون مجتمعاتنا. وبنفس الوقت بس انه مثلا في مجتمعات مثل السعودية والعراق والمغرب وهذا، بدنا نشوف انه وايد يصير اضطهاد لهؤلاء، حتى وصلت انه الاعدام بيهم. صحيح صحيح صحيح. طيب يعني إذا قلنا هلا، شو بتقدر تقول للملحدين اللي يعني خايفين يجاهروا أو خجلانين يجاهروا؟ يعني شو، كيف بتشجعهم؟ يعني نحن مرات نشجع الملحدين إنه يجهروا يا شباب. اي نعم، هو حقه يخاف، لان يعني خاصة دا يشوف الانترنت ايش دا يصير بهؤلاء اللي كيف يكون منبوذين، كيف قلت لك ممكن تصل عقوبة واعدام واهل، يعني كثير من الامور. بس انا اقول لهم يعني مثل ما انا قدرت، انه حتى لو بصوت، حتى نساعد،
حتى ما تبقى وحدك. هالساعات كثيرين مثل ما انت شلون اعتبرت انه اكو ناس نقذوك، انا اعتبر انه اكو هواي ناس نقذوني، فانت انقذ، لان احنا نعرف انه احسن انقاذ هو ان ننقذ المسلم من دينه نفسه. بالضبط. فخلي اي خلي يحاولون هيك وبدون صورة، وهذا اكيد يعني انا عندي، طبعا انا ما عندي معرفة بيكم، بس لين اعرف كيف تفكيركم وش بيت هذا، فعندي ثقة بيكم انه ما راح انه شو اسمه انه امن على نفسي. فخلي لا يخافون، يحاولون يجهرون بدون صورة، واذا قدر مع صورة فخلي حتى لا يجي مسلم ويتهمكم بانه انتم ممثلين او كذا. يعني نحن بنرحب صراحة، بنرحب بكل شخص يريد أن يجهر بالحادو بصوت بس بيكفي، حتى ممكن نغير له الصوت، يعني إذا ممكن نغير الصوت شوي، ممكن يستعمل نيك نيم كمان، ما في مشكلة، المهم يطالع اي صوته، المهم بالضبط، المهم يطرح وجهة نظره وكيفية انتقاله من هذا الدين. بالضبط. يعني انه نحن اي موجودين، الخرافه ليست واحده موجوده بشرق الاوسط، في ناس اللي بتفكر تفكير علمي وبتنهج المنهج العلمي، لذلك نحن بدنا اصوات بدون صوره، بدون حتى الاسم الحقيقي، ما في مشكله يا شباب، دعوا لعنا. وممكن يعني انا قلت مستعد اسوي كنهار حلقه، بس دعوا واجهروا، خلونا نسمع صوتنا للناس. اي يعني هم من ناحيتي انا اشدهم بهالشيء، لاني يعني ساعد غيرك مثل ما ساعدك، هاي مع وجهة نظري. بالضبط، يعني انه لا اي خلينا نحكي شيء، لانه الخرافه هي ذبحتنا، يعني اذا تمينا ساكتين نحن الحروب عنا ما راح تخلص، يعني الحروب من ما راح تخلص، بالضبط شغاله. بالضبط ما راح نخلص. طيب شكرا كثير اخي ياسر لوقتك، وانا بتشكرك كثير على حضورك. شكرا شكرا اذا لكم في كلمه استاذ اخيره هاني. توجهها تفضل. والله يعني من ناحية اللي هو نفس النصيحة بالضبط، انه انا اشد الناس يعني مو بالالحاد، وانه مجرد انه القراية اقرأ، وعن نفسي تجربتي الشخصية كشيعة وكسنة يشوفون هاي البرامج اللي نصحتك بيها ويا المفكر احمد القباني وهذا، لان ممكن يعني مع احترام المسلم ما يحب المسلم يقرأ هذا، ففيديو انه ابسط اليه واسرع. اما اذا يحب يقرا فهناك كثير من الكتب مثل صانع الساعات، اني عن نفسي ووهم الاله كثيرا ساعدتني، وكتب عبد الله القصيمي لانه لغه عربيه وعايش بمجتمعنا فكتبه كلش تساعد اذا احد راد يقرا. وكذلك الاهم انه يقرون كتبهم نفسها طبعا بعقل منفتح، ما يفكر انه هذا من الاله، يفكر انه كانه كتاب ده طالعه يحاول ويا نفسه كانه اول مره، يشوف انه كم هو تافه واسلوب بسيط لشخص يعني في ذاك زمانه بحيث اكو كتب قبل او بعد نفس مستواه او افضل منه، يعني ماكو اي فرق، وانما هو انولد على انه هذا الشيء صحيح 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 وكذا، انه هو مجرد شيء وراثي يعني لم يختارها. خي يجرب انه يختار هذا الشيء له، فراح يلقى نفسه انه ما راح يختار نفس الشيء عليه طبعا. بكل تأكيد، وأنا أشجع يعني على الناس على قراءة الكتب الفيزيائية يا جماعة، كتب علم الفلك، كتب العلوم البيولوجية. طبعا هو بس راح يعرف شنو احنا الكرة الأرضية بالنسبة للكون وشلون نشأ. طبعا فكرة انه ما اقول لك فكرة الإله تنزل، يعني خلينا نكون يعني متصفين انه ما متأكد انه ماكو 100%، بس طبعا فكرة انه كدين وانه الكون انخلق عنا وهكذا واحنا مركز الكون، طبعا هذه كلها راح تطلع منه، راح يعرف انه كلها اوهام، هاي بالضبط مجرد هي افكار لناس عاشوا بذاك الزمان. بالضبط بالضبط، يعني انا اشجع كل الناس انه تقرا يا اخي، اقرأوا بدون يعني كتاب واحد عم تقراه من 1400 سنه ما تغير الحال، يعني القران هو اوكي، طلعوا على كتاب اخر، يعني في كتب الفلسفه، في كتب علوم الفلك وعلوم ليش قلت لك ماني اعرف مجتمعنا لانه هو عايش وياه، فكقراءة تنصح ما اتوقع نصيحتك راح تفيد، كقراءة غير دروسهم بالكلية والمدرسة ما راح يقرون، فليش قلت لك انه يطلعون على فد برامج معينة على اليوتيوب او هذا، بما انه النت متوفر فهاي افضل لهم. هاي نصيحتي يعني طبعا لكل شاب بالوطن العربي والاسلامي. اوكي يا اخي ياسر، شكرا كثير لحضورك، وانا بتشكرك وبتشكر وجودك أنا معنا. أشكرك أستاذ، أشكرك لك، وإن شاء الله تستمرون بهالشيء، وطبعا أنا أقول إن شاء الله إن شاء الله، لأن تعهد مني يعني
عود كلغة مجتمع، المصطلحات مو كلها لأن يفتهموا مصطلحة، غير. يعني هي مصطلحات إيه تعبير يا أكثر عودنا، منها. عشنا عليها وعدنا. إيه نعم طبعا، ما طبعا هو من أحد الأفكار إنه ما أتوقع إنه يغير شيء هذا، لأنه يقرر يعرضه. المهم إنه وسطه ثاني فكرته إنه يحلون يطلعون، يحاولون ما يعتبرون شو اسمه الغرب أقرب منهم أو شيء، يشوفون بس تفكير بسيط ليش هم هيك وإحنا هيك. بالضبط اي بالضبط. نعم، اما بيسوي طبعا هم اكو الصدق سبب اتوقع ما حد شيء شيء هو داعش، انه دائما هو هاي الكلمه انه ما يمثلون وما يمثلون وما يمثلون، مع العلم انه ذا يقرا راح يلقى انه تطبيق حرفي، هو مجرد مرآة لما حدث قبل 400 سنه. بالضبط بالضبط. اي نعم، اوكي اخي ياسر، شكرا كثير لك، شكرا لحضورك. اعزائي شكرا المشاهدين لك، لكم، الشكر وشكرا لك، ان شاء لوجودكم، الله. ونلتقيكم في حلقة مقبلة. الى اللقاء.